مش هاكل الا الجنجويد بس. ابسط، خلوا الكيزان زعتر على جنب، نحن حسي مشكلتنا مع الجنجويد. هتورونا عضلاتكم ده في الجنجويد يا جماعه، على الاقل كده نرفع لكم القبعات شويه، بعدها تعالي الشاكل والقطرات. انتوا يا اخي انتوا ما رجال، انتوا ما رجال، ما ممكن يعني بين عمار وبين هنا بس كده دائما بيطلع من هنا بس، شفتها ما بطلع وشه كله. انا هنا وعبد الواحد وجبل مره يا اخي، لو لقيته يعني سلطه لسان وقدوم كبير والله تقول يا اغلى الجنجبيل الليله يبلوهم يشرب لهم 16 كوس مويه، كلام فارغ والله. الناس اللي قاعدين يتكلموا ديل ما رجال، وين رجالتك؟ رجالتك وينها؟ ما في ناس، وينها؟ ما شايفها وينها؟ انت اللايف ده سبب واحد بيخليك تخسر بطاريه وتخسر انترنت وتخسر الوسخ ده كله، ما في ما في طوالي خارج يعني. ما هو الزول الغبي والزول الاهبل والزول الارعن والزول النفايات، ها؟ اللي بيجي بوجه قلبه في لايف يعني. انا حسي مثلا تليفوني ده مقفول، لا زيت لا ابن، ممكن امسح منه الفيسبوك ذاته، اخليه يوم ده راجع اشتغل في الفيسبوك انزله بس، عشان ذاته لا يجينيش ار بتاع احمد كسره ولا احمد زفت، موضوع انتهى. ما ممكن تقعد في الصفحه وتتضايق وتضايق نفسك وتمص ليمون وكركديه وعرديب، ما في داعي، لانك انت ذول غبي، انت ذول اهبل، ما في. ما انا ما ولا بسمع له ذاته، دي بيسد بيطينه ودي بعجينه، لكن الناس ديل ما قادرين يمشوا من الصفحه، الناس ديل بتغلوا بتوجعوا كده بس ما بيقدروا يمشوا من الصفحه. عليك الله ديل ما اغبياء. طيب نمشي قدام، نمشي قدام. طيب في واحد هنا برضو انا بسقط له البرنامج حقه، تحياتنا له، هذا هنا التليفون الثاني. بطلع طوالي، بطلع هنا من النص كده، شوفوه بطلع مع عمار طوالي، عمار طبعا بدي جيستي بحب البيو كده، شفته شويه وهو الا شنو. الله يا اخي ديل زي الكسانين الثلج بتاع زمان البشير وما اعرف اسد افريقيا وبتاع، لما هنا الا قلت لك انا ما قلت لكم مني وعبد الواحد لو ما ماتوا مرقوا من الحياه الدنيا دارفور ما بتصلح، ما بتصلح. ربونا هو كذا اللي هو الليل انك بقع ببلع. المهم لا ما انت ما ممكن بالليل تكتر وتبيت معك تصحى الساعه 9 تفصل فينا. ايه باين في وشك، باين في وشك انك لعيس الليل كله. نحن انفصال جنوب السودان ورطونا هو كذا اللي هو الليل ندمانين عليهم. انت جاي ضارب ليك سنه بتاعت بلح كاربا ومسكت التليفون وجيت تهني. انفجار سيمان انا دانوم. انت المفروض تتخطى اعلان ايقونه السنه النظيفه. سامعين؟ بقع ببلع. المهم لا ما انت ما ممكن بالليل تكتر وتبيت معك تصحى الساعه 9 تفصل فينا. ايه باين في وشك، باين في وشك انك لعيس الليل كله. نحن انفصال جنوب السودان ورطونا هو كذا اللي هو الليل ندمانين عليهم. انت جاي ضارب ليك سنه بتاعت بلح كاربا ومسكت التليفون وجيت تهني. ايه في جارة سيمان انا دانوب. انت المفروض تتخطى اعلان ايقونه. شايف؟ العصر ده الضرب. الضرب كل الشماليين يمرقوا ويتكلموا في الفيسبوك وحس داري قاطوا الانفصاليين، داري مرقوم عديل، شايف الزول ده مركز في كلامه في نهايه كلامه، انا بس ما داير اجيب انت براك حلل انه طعن واحد كده، ها؟ في ناس كده دامبل سالين كده. قال لي ما نحن الكيزان دخلونا في فتيل في انفصال جنوب السودان ده ندمانين ليه؟ ليه يوم الليل ندمانين عليهم؟ تاني داير تجي تقول لنا انا داير افصل، شايف ده ضده ولسه في كميه بمرقوا، لكن احنا لو سكتنا ما بمرقوا، ومرقوا كيف؟ ما بمرقوا، عندهم ما في شغله، لكن لما العصر يكتر بمرقوا. حسي زول الجنجويت الجبال جبته ده، ها؟ ما جنجويت؟ قال ده ينفصل من همتي ليه؟ لانه شاف انه السيناريو بتاع 2003 ذاك وقف، وهمتي بقى طبعا بلبس لي بدله وكرافته كده، الراجل كده شفته بقى مهندم كده وداري يخش السلطه، داري يبقى رئيس. فقال لي ما العمليه الوحشيه دي، ها؟ العالم كده ما بيحترمني وما بدوني الا الاوردر كده، ها؟ ما بدوني تشك كده، ها؟ هاي العالم دير اصحر ليم
بعد سنة سنتين بصورة كويسة، بصورة بأنه أنا والله قواتي دي قوات الدعم السريع، حمت الشعب السوداني، لازم أنا الراجل المناسب، لازم أكون رئيس السودان. فالجنجويت هنا اختلفوا في المحلة دي، قال لا نحن ما اتفقنا كده، اتفقنا تقطي لنا أراضي بتاع دارفور، اتفقنا أنه الاغتصاب والقتل والتشريد ده يستمر. عشان كده الآن تمازج بعد دقهم في الخرطوم، الان تمازج دي اخذت مسار. واما كرسي الانفصال ده نجيبه لكم ثاني، اما كالانفصال من حميتي ده ما انفصل ساكت لانه النيا وقفت. طيب يا اخوي هو جلدك 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 جلدك، ان جلدت بس اسكت قفل قدومك، ما تفرفر ما تفرفر بس ما تفرفر ما تفرفر يا صاحبي. طيب يا هدى نجيبه لكم تاني هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. يا شباب الطلبة العربية، أنا بدوكم تحية وتلم الوحدة العربية والمنسية. يا أخوانا، قال الحرب سبب القشيمين وموتوا فيها الفراس واستفودوا من الجبناء. أنا كنت مع الدعم السريع وجيت على أجل القضية، على أجل القضية حماية البلد وحماية الوطن وحماية الضعفاء وحماية جميع مستضعف. لهذا الهدف جينا دخلنا في الدعم السريع، وأصبحت الدعم السريع أصبح مع الجبناء. حميتي أصبح قاعد بدعم الجبناء، وكانوا مشردين من بلد وجاهم قوات جهادية جابة دخلها في جوة، جابة جوة الخرطوم ودخل القصر الجمهوري. القوات الجهادية جابة دخلها جوة القصر الجمهوري وهي تمثل بتقول نحن عدل ومساواة، وقعدوا بيختطفوا عربات. الله، استهدفوا العرب بتاع الشمالية، استهدفوهم وشالوا منهم عرباتهم. طبعا حسي حسي هو طبعا عامل فيها دير استدرج الشماليين، لكن طبعا الشماليين انت ما قريت شمالية ولا شنو؟ ممكن 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 انت يشغلوك ضد حميتي، ممكن ايوه ممكن تستعطفهم بالكلمتين ديل كشماليين، لكن بيشغلوك ضد حميتي، ممكن تدق لحميتي لكن تكون ابد تحتهم تحت جزمتهم. ما 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 فاهم. جوا الخرطوم بيهددوا بينزلوا بيشيلوا عربيته بوكس عربيه بروده، شافوا عربيه سبعه بيهددوا بينزلوا منها، ده جوا جوا الخرطوم. والناس اللي هنا اتفق معاهم وجابهم حطاهم في الفاجر وفي المناطق برا، وقاعدين برا من سيطره الحكومه، وقاعدين بتهاجم في حياة الفرقان بتاع القبائل العربيه. الغبالة العربية أصبحت مستهدفة بتهاجمها، والدعم الحادث طبعا شفتوه كولكا، وهو شايفين العربات بتاع العدل المساواة هجمت الدمرة بتاع الفرقان بتاع العرب في كولكا، ونحن هجمت الحياي بتاع العرب في جنينة هني، هجمت الحياي بتاع الغبالة العربية برضه في الجنينة. شوف عين عين عين، هو طبعا هو طبعا أنا أوريكم الناس دي، الناس دي خير دم ما بيقدروا يعيشوا. مثلا يعيش زول هو مواطن ويقعد في بيته، يشيل قفة ملاه، يمشي السوق يشتري خضار يشتري لحمة لأولاده أو يعلمهم، زي دي ما بيعيشوا نهاية. إيش زي دي ما بيقدروا، إيش بتاعت أمني واستقرار ولبس نظيف وكده، ويسلم الجيران ويعيد إذا رمضان والضحية ومع الناس وحبابك، ايش زي دي ما بيدوروها، بايش وايش بتاع الدم وبايش وايش، يقول لك الفارس فلان والمتاع وحلوم مجر من ال سفك الدماء زي ده. لما شافوا حميتي قلت لك اتحندم شويه، ها ودير يبقى رئيس السودان، فرجع دير يرجع شنو داس الزول انسلخ منه. يمكن نجيب لك اخر نقطه هنا، قال يا اخي هو انسلخ من الدعم السريع، فدير قالنا ده نحن يعني طوالي. انا بناشد اخواننا جميع رجل له غيره ولو ضابط ولا رجل عسكري ولا رجل ضابط مقاتل، ما زي الجبناء وزي العفنين اللي هو باعوا اهلهم وحسنهم ودمهم لهم ببكاسي وباعوهم لهم بشان واحد يودي اليمن يجيبوه. انا ما مشيت اليمن ولا دار نمشي، وهسه
يعني من ما دخلت قدام السرير انا عمل لي عدد اشارات انه مشان امشي اليمن، انا ما ادري وما محتاج لقروش عشان انا امشي اليمن ولا السعوديه ولا اي دعايه رياضيه ولا اجي عشان حميدتي يديني بوكس نركب فوق ولا اي حاجه. على عجل القضية أصبحت قضية ما في حميدتي، أصبح بتعامل مع الجبناء ومع المجرمين. وهسه من محلكم ده يا جماعة أي زول في الدعم السري، أي زول في الدعم السري يشيل سلاح يشيل من العربية طوالة خارج أمشي في الضوء في الحرب. ده آخر نهاية السودان خلاص حذر حرب بينهم والناس زي المستهدفين الدب. طيب يا ريت يكون الفيديو بتاع هنا الجماعة ده يكون عندي يا رب يا رب يا الله يا رب يا الله يكون عندي. طيب يا رب قيدهم في نهرهم بلوا اتبلوا بيناتكم انتوا كدام زري اندقوا لاما شفتها قيدهم في نهرهم اندقوا يدقكم الحم. ايوه دي دايرين فوقكم ذات هنا كونك انت تتفصل وتناشر الجماعه يجوك من هناك وتتبلوا يا اخي ده كلام طيب يا اخي والله خير ما فعلت في ذلك يا حبيبنا يا روح قلبك انت طيب. اندقوا عارفين شنو؟ دقوا همتي طوالي قال لي لازم همتي ده يتردم همتي ده لازم قال لك يتردم. طيب في واحد كذا اسمه الكلام ده في الجنين قال على ما يبدو الكلام ده في الجنينة قالوا لي بيجي أوامر تفتيش من عندهم بيسلموا للقوى المشتركة وشكلوك عالية لقبض المتهمين واسترداد حقوق الناس. الآن ده ما نحن مسؤولين منه شقوة بقيادة اللواء قائد الجيش هم موجودين هناك ممكن انتم شليم هناك هم بدوكم التفصيل الأكبر في اللي تم جنوه وعملوا فيه. كلام الجماعه ده نقوله في القياده مثلا انهم بنقول الجيش للسودان الجيش ما جيش كذا هنا واسمين في الجيش اي زول تابع له شعب واحد اي زول تابع لقوات مسلحه جيش واحد شعب واحد جيش واحد يا جماعة هسه احنا شايفين هنا لو في قافلة جيش موقفين اربع دوشكات اللي في طلق ولا في دوشك عديل كده ما بتمشي تحصلوا الهدف ما بنعرف انه ده الجيش ده المواطنين ده